طيب خلينا نطلع الان على هذه الدائره. اذا راح نركز على الدائره هاي اللي موجوده. راح افترض انا الان الساعه 10 الصبح فيني لود معين موجود في المنطقه اللي عمالي بزودها. فراح ابدا من فوق الفيز فولتج تبع هذه المنطقه اللي انا مزودها اياها، يعني هذا ممكن يكون ال 220 فولت او ال 230 فولت يعني تقريبا. راح احط هون هذا هو بي فيز اللي رايح اللي انا معقول فيها، راح افترضه انا زيرو، طبعا انا بامكاني الف كل الفيزر دايجرام مش هيك؟ ما بياثر ما دام هم بالنسبه لبعض، يعني بقدر اعتبر هذا زيرو وهذاك لاجين، وبقدر اقدم هذا واقدم الثاني هون، ما فيش مشكله، المهم يكونوا بالنسبه لبعض زواياهم صحيحه. فراح افترض انه هذا الفيز فولتج اللي هون، ولاحظوا الكرنت ماشي هيك بهذا الاتجاه، فراح يصير عندي فولتج دروب هون وفولتج دروب هون مش هيك؟ لو بدي ارسم المعادله هاي تبعت هذه الدائره، شو المعادله تبعت راح تكون؟ عندي هذا الفولتج او هذا الفولتج زائد هذا الفولتج زائد هذا الفولتج بيساوي هذا القانون شو اسمه؟ كيرشو كي في ال. فاذا حسب كي في ال المعادله تبعت هذه الدائره بتقول انه اي اي او اي اي 1 تساوي اي اي 1 مضروب في جي اكس اس مضبوط جي راح تعطيني 90 درجه زائد اي اي 1 مضروبه في ار اي زائد بي فيز او بي 5 مضبوط. هاي المعادله اللي بتوصف هذا اللي موجود هون. او اذا بدي اعكسها بقدر اقول بي 5 بنقل هذول للجهه الثانيه بيساوي اي اي ناقص هذا ناقص هذا. اذا هي عندي هلا بي فيز، هلا راح افترض انه الكستمرز في اللحظه هاي كلهم شغالين صوبات. شو الصوبات الريزستيف؟ اذا مرات انا بجيب لك بامتحان او مرات اجيب الطلاب امتحان اقول له هذا ريزستيف لود هيتر وما احكي له يصير ايش الطلاب يسالوني؟ قديش دكتور الباور فاكتور؟ فيش ولا 1 1 اوكي. اذا لما بقول انا ريزيستيف معناها باور فاكتور 1، اذا باور فاكتور 1 وين راح يكون اي اي؟ بالنسبه لبي 5 مع بعض انفيز، اذا راح يكون عندي هون هذا اي اي هون تمام مضبوط. طيب اذا بالنسبه لهذا الفيزر دايجرام وين راح يكون اتجاه الفولتج اللي بصير دروب على ار اي؟ راح يكون انفيز، راح ارسمه تحت، انا ما بدي ارسمه على نفس الدايجرام. اذا عندي راح يكون هون هذا عباره عن اي اي ار اي مضبوط الفولتج هذا فولتج ولا كرنت؟ فولتج وهذا كرنت وهذا فولتج. طيب ايش نطلع على هذا الفولتج دروب اللي راح يصير هون ايش راح يكون؟ 90 راح اخذ 90 درجه جاي من الجي، الجي بتعطيني 90 درجه ما في ماينس جي. اذا وين راح يكون اتجاهه كفيزر؟ فوق هيك واي اي جي اكس اس. وكقاعده بشكل عام في السينكرونس جنريترز الاكس اس اكبر بكثير من الار اي، فرسمتهم بهذا الشكل. اذا هلا هون نطلع هلا هذا بدي اخذ هذا هلا احطه هون. هاي المعادله شو بتقول؟ في 5 شو بتساوي؟ اي اي شو بتساوي؟ حتى اطلع اي اي في 5 زائد هذا الفولتج مش هذا فولتج؟ وهي هون وهذا فولتج هي هون، بس بدي اجمع الفيزرز اجمعهم كفيزرز. اذا بدي اجمع لبي 5 اول شيء ايش؟ اي اي ار اي، شوفوا ايش راح اعمل، راح احطه هون. اي 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 ار اي، مش بصير اجمع فولتج لفولتج؟ وبعدين الفولتج الثاني اللي بدي اجمعه هو هذا الفولتج. راح يصير عندي هلا هذا هون اي اي في جي، جي يعني انه صار بهذا الشكل اكس اس، او طوله اذا بدك تفكر بطوله هو طوله اي اي اكس اس، جي هي بس بتبين الزاويه. وين اي اي صار؟ من راس اكس ل مجموعه كفكتر مش هيك؟ فبدي اروح من هون لهون. اذا اي اي صارت هون. مين اطول اي اي ولا في 5؟ اي اي وهذا منطقي مش هيك؟ يعني الفولتج سورس اللي هون راح يصير عليه فولتج دروب هون وفولتج دروب هون ويضل منه في 5 والفي 5 بزودها. اذا كانوا الكستمرز اللود اللي عم يسحبوا الكستمرز او اللود ريزيستيف او يونيتي باور فاكتور راح يكون طول اي اكبر من في 5 وراح يكون بهذا الشكل. طبعا هون في زاويه ما بين اي و في 5 مش هيك؟ هذا نفس التريجر بتاع الابيض من باور بس لا 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 انت ما تلخبط بيشبهوا هو بس ما له علاقه. انت بتحكي عن الباور تراينجل هذا مش هيك؟ هذه هون ريل باور ورياكت ايش رمزها؟ وبي شو وحدتها؟ وات وات هذه باور كيو كيو ايش وحدتها؟ بار 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 تمام وحكوا اسمها؟ رياكت رياكتيف باور وعندي هون هاي شو صارت؟ اثار هاي اسمها اثار باور ظاهريا هي باور بس هي وحده ورمزها اس اس وحده
نسيتها. اوكي هذا اللي بتحكي عنه. وين الباور فاكتور انجل؟ فالكوساين سلبيه على الساين اللي هو الريل باور على الابارنت باور بيساوي كوساين فاين. اوكي اذا هذه اول نقطه هي لو كان هذا النود اللي بيسحبوه الكاستمرز. وطبعا عاده النود اللي بيسحبوه الكاستمرز الريزيدنشال اللي بيكون معظمه ريزيستيف. الاندستريال معظمه ايش راح يكون؟ اندكتيف. عاده معظم النودز اللي بيسحبوها راح تكون اندكتيف. قديش صارت الساعه؟ طيب خلينا اوقف هون اذا وراح نكمل.